جميل رائع. البرنامج كان برنامج يوم الغذاء العالمي، لكن العرض كان عرض لجميع أنشطة المدارس، جدا رائع وجدا ممتاز ما شاء الله تبارك الله. طريقة العرض وعن بعد والشاشات اللي موجودة وكل برنامج وما عرض فيه يدل على أن المدارس قائمة بعملها على أكمل وجه، سواء في التدريس عن بعد أو سواء في إعداد الخطط والأنشطة. يعطيكم العافية، دائما شرفتينا أستاذة هيا وفريق العمل معك دائما رائع، سواء الهيئة الإدارية أو الفنية. برضو معنا زميلاتنا من الخميس يعطيهم العافية، شرفتوني جميعا من مكتب الخميس ومكتب أبو الله يسعدك العواد كمان نسكشور الجميلة. يعطيكم العافية جميعا وإن شاء الله دائما وأبدا احنا كله يد واحد ان شاء الله باذن الله ان شاء الله احنا كله يد واحد ان شاء الله بحب العمل يعني بحب عمل مش التك وسباقين في كل العمل على الشغل تبارك الله كل ما كان متعاون قريب منا والله ما نقصوا يا زي حمزه يا اختي زي عمري يا هيا وجميله الحمد لله ما شاء الله الابداع شرفتونا والله الله يسلمك.